الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوصيك يا أبا هريرة بخصال أربع، لا تدعهن ما بقيت، عليك بالغسل يوم الجمعة، والبكور إليها، ولا تلغو، ولا تلهو، وأوصيك بثلاثة: وأوصيك بثلاثة أيام من كل شهر، فإنه صيام الدهر، وأوصيك بالوتر قبل النوم، وأوصيك بركعتي الفجر، لا تدعهما وإن صليت الليل كله، فإن فيهما الرغائب. وصية ذكر فيها النبي كلمة الوصية أربع مرات: أوصيك وأوصيك وأوصيك وأوصيك، فأربع وصايا بوصية واحدة ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام. تقدم معنا في الحديث الوصية بثلاث: بصلاة، بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وبالوتر قبل النوم، وبصلاة الضحى. هذه الثلاث تقدمت معنا. بس صلاة الضحى إمتى بتكون؟ صلاة الضحى وقتها من بعد طلوع الشمس بثلث ساعة، بثلث ساعة إلى قبل أذان الظهر بعشر دقائق، هذا وقت صلاة الضحى. في ناس بيصلوا الضحى عند طلوع الشمس وبيعتبروها الصلاة عند الإشراق، قرأوا وما فقهوا. الصلاة عند الإشراق باطلة لا تصح، لقوله عليه الصلاة والسلام: تطلع الشمس بين قرني شيطان، تطلع الشمس بين قرني شيطان، يعني الشيطان لما بتطلع الشمس بيوقف، عشان اللي يصلي يصلي إله،
فأمام قرني تكون الشمس طالعة، فعند طلوع الشمس لا تصح الصلاة. وهذه الأوقات ثلاثة ذكرتها لكم لا تصح الصلاة فيها، لا فرضا ولا سنة: عند طلوع الشمس، وعند غروبها، وعند استوائها يعني قبل الظهر بسبع دقائق أو عشر دقائق، فرق بين الصيف والشتاء، سبع دقائق أو عشر دقائق. هالثلاث أوقات لا يصح فيها شيء من الفرائض والنوافل التي لزمت في ذمة الإنسان، فلو صلاها فالصلاة باطلة. وأما من قال في الكتاب صلاة الإشراق فهي صلاة الضحى التي تصلى بعد شروق الشمس بمقدار ارتفاع الشمس رمح أو رمحين، يعني بمقدار عشر ثلث ساعة إلى نصف ساعة، هي صلاة الضحى. وأما من صلاها عند الشروق كما يفعل البعض عن طلوع الشمس بيصلي ركعتين وبيمشي، فمنقول له صلاتك غير صحيحة وهي باطلة. ثلاثة أوقات: عند الطلوع، وعند الغروب، وعند الاستواء وهو قبل الظهر بسبع دقائق صيفا وعشر دقائق شتاء. فلازم ننتبه إلى هذه الحالة، مرت هذه وبيناها. أما وصية اليوم صلى الله عليه وسلم: وصى أبا هريرة أمير المؤمنين، أمير المؤمنين بالحديث، أمير المؤمنين بالحديث رضي الله عنه وأرضاه، أوصاه النبي بأربع وطلب منه أن لا يدعهن ما بقي، يعني ما دام في الحياة. فكانت أول وصية لأبي هريرة قال له صلى الله عليه وسلم: عليك بالغسل يوم الجمعة. الغسل يوم الجمعة هو واجب على كل مسلم ومسلمة، واجب، والوجوب لا يصح تركه، ومن تركه ارتكب كراهة التحريم. فوجوب صلاة، وجوب غسل الجمعة. عند الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه أخذ بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام: اغتسل ولو كأسا بدينار، اغتسل ولو كأسا بدينار، يعني لو الكأس بليرة ذهب اغتسل. وفي حديث عام: اغتسلوا يوم الجمعة ولو كأسا بدينار. وغسل الجمعة واجب على كل محتلم، ليس المحتلم يلي بيشوف بالمنام أنه تزوج. المحتلم يعني البالغ، متى بلغ الإنسان 15 سنة وجب عليه أن يغتسل في يوم الجمعة. وحديث آخر صلى الله عليه وسلم عن غسل يوم الجمعة: إن من حق الله، إن من حق الله على كل مسلم أن يغتسل في كل جمعة مرة. لأن الإنسان يعيش في الحياة بين العمل
وبين الغبار وبين العرق عرق الجسم وبين التعب، وهذا كله يؤثر على الأعصاب وعلى وساخة الجسد. فطلب النبي من المسلم أن يغتسل في كل جمعة مرة ليبقى طاهرا نقيا خالصا من الأوساخ والأقذار. أما الذي لا يغتسل فهو إنسان مثله كمثل الزيخ المنتن. الزيخ المنتن يعني الضبع المنتن. وقد نهى الإسلام المسلم أن يمر عليه أكثر من أسبوع فلا يغتسل. هذا حق إلهي، إن من حق الله على كل مسلم أن يغتسل في كل جمعة مرة. أما بعض الزهاد يلي بيقولوا عن حالهم زهاد، بمر عليه شهرين وثلاثة وما اغتسل، بل أكثر من ذلك. أنا اجتمعت برجل وحاطت لفة في بعض المحافظات يفتخر بأنه مر عليه 70 سنة وما اغتسل. 70 سنة وما اغتسل زهدا، لأنه إذا اغتسل لح يخفف الميات عن الله ويقللن، هذا قلة العقل. لكن رائحته أنتم من الجيف، أنتم من الجيف، نسأل الله السلامة. ويظن أنه على صواب. فوين كلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ إن من حق الله على كل مسلم أن يغتسل. وإمتى النبي عين الغسل؟ يوم الجمعة، لأن الناس مجتمعة، بدك تكون بين مجتمع، وإذا كنت بين المجتمع يجب أن يكون جسدك نظيفا، ما في ريحة، ما في وسخ، حتى المسلمين يكون دائما بين بعضهم على النظافة والطهارة. وقد بني الدين والإسلام على النظافة، فمن لم يظهر نظيفا فقد فارق الدين ولم يكن له صلة به. فلا بد من الغسل. وغسل الجمعة في مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه عليه أن يصلي الجمعة بهذا الغسل، يعني بيغتسل قبل ساعة بساعتين وبيجي على الجامع. عند الإمام الشافعي قال له لا يا إمام، قبل بساعة بده يجي بكير على الجامع، إذا بده يجي بكير بده يغتسل قبل بساعة من يتروح الجي بكير. إذا كان إمتى؟ قال يجوز غسل الجمعة من بعد الفجر، فلو صلى الفجر وذكر الله ثم اغتسل صح غسله، ولو انتقض وضوءه وتوضأ لكن غسله شو حكمه؟ صحيح، أنه ما لح يتلوث جسده ويتوسخ من على بكرة للظهر. أما الإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه قال إبركي كان يوم الجمعة ما صحي، أو ما كان فارغ، أو كان مرهق، أو بده يطلع على السيران، يعني ما لح يحسن يتغسل. فيجوز غسل الجمعة من عصر الخميس. منين جبتها؟ قال له من إمتى بيدخل النهار الثاني؟ من بعد العصر. فما دام من العصر دخل اليوم الثاني فمعناته يجوز الاغتسال من بعد العصر. فلو واحد اغتسل بعد المغرب بعد العشاء اغتسل بنية غسل الجمعة صح غسله رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فما دام الغسل يوم الجمعة
واجب على كل محتلم، فالواجب على المسلم إذن أن يكون نظيفا طاهرا. هذا من شأن حضور صلاة الجمعة. صلاة الجمعة شو هي؟ لو سألناكم شو هي صلاة الجمعة وليش بده يتغسل؟ لأنه بده يحضر الدرس. صلاة الجمعة درس أسبوعي من 10 دقائق أو ربع ساعة، بده يحضر الدرس. قال له لا، ما بتحضر الدرس إلا وأنت طاهر مغتسل نظيف، أولا لحضور خطبة الجمعة وهو درس العلم، ثانيا لاجتماعك مع الناس. فإذا كان كل يوم عندك درس الجمعة قديش؟ 10 دقائق إلى ربع إلى ثلث ساعة. أما الدرس اللي عم تحضروه قديش؟ ساعة، عم يقعد ساعة وشوي. فمعنى ذلك أنه دائما شو بدك تكون عند مجالس العلم؟ ليكون نظيف، وأن يلبس أحسن ثيابه. كان للنبي عليه الصلاة والسلام جبتان من فنك، من أفخر أنواع الجوخ اللي له مخمل، كان يلبسهما في الجمع والأعياد صلى الله عليه وسلم. يوم الجمعة له اللباس الخاص. واعتاد العباسيون، اعتادوا في يوم الجمعة أن يلبسوا الأسود، جبة سوداء، وبيجي إلى الجامع بالجبة السوداء إنه فيها هيبة ووقار. أنا ما بحب اللبس الأسود، لا إله إلا الله. حاصل السنة أن تلبس أجمل اللباس وأن تتطيب وتتعطر كما يرد معنا اليوم في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. عليك بالغسل يوم الجمعة. فما دام النبي خصص السبب لأن يوم الجمعة يوم عيد، وقد ورد يوم الجمعة أفضل في رواية أحب إلى الله من عيد الفطر وعيد الأضحى. يوم الجمعة عيد، وقد ورد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: يا معشر المسلمين، هذا يوم الجمعة جعله الله لكم عيدا، فاغتسلوا وعليكم بالسواك. ما بس غسل الجسد، غسل بدك كمان تغسل تمك، يكون تمك نظيف ما فيه أثار الطعام، ما يكون طالع ريحة تمك. بيجي لان الواحد بده يسلم وبده يحط التمه عند ابن الشيخ وله ريحة تم، هذا خطأ. ريحة التم حتى كمان تنتبهوا، ورد في الصيام أن لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. خلوف الفم يعني رائحة الفم التي تخلف الصيام، تخلف الصيام بآخر النهار بصير الإنسان. هذه الرائحة سببها السموم التي تخرج من المعدة. فريحة التم إما أن تكون من سموم المعدة أو من وساخة الأسنان، تكون الأسنان منخورة وتطلع ريحتهم، أو من مرض في المعدة بيكون مدخوم تطلع ريحته. فثلاث أشياء لرائحة الفم. أما مرض المعدة فعليه أن تكون المعدة دائما طرية غير قاسية، فيستعمل السنة. السنة اللي بلهنا شو بنسميه؟
سنى مكي، وقد ورد في الحديث السنى فيه شفاء من كل داء إلا الموت، فيستعمل السنى بالتم المعدة دائما طرية، بيشربوا مثل الشاي، وهذا موجود مثل وراء الزيتون موجود عند العطار، بيغليه وبيشربوا مثل الشاي أو بيدقوا وبيصفوا ما في مانع. هذا بالنسبة للمعدة. وأما بالنسبة للفم فلازم الإنسان يفرك أسنانه في كل صباح ومساء، بده يفرك الأسنان قبل النوم وبعد النوم حتى يغسل الآثار اللي علقت بها. النبي عليه الصلاة والسلام مرة تأخر الوحي عنه، فالصحابة قالوا له يا رسول الله نرى أن الوحي تأخر عنك، ليه مع منزل؟ فقال كيف يأتيني وأنتم حولي لا تستنون ولا تغسلون براجمكم ولا تقصون شواربكم. لا تستنون يعني ما بتستاكوا، ما عم تستعمل السواك، يعني ما عم تنظفوا تمكن. شلون بده ينزل الوحي وريحة تمكن طالعة؟ فعدم سواك الإنسان منع الوحي نزوله من السماء. لا تستنون ولا تغسلون رواجبكم، عقد الأصابع عم تصير مأشبة. كمان الإنسان لازم يكون نظيف بالشتاء، إذا الواحد توضى لازم ينشف. كان النبي له خلقة، كان إذا توضأ في الشتاء جفف أعضاءه، أما في الصيف يكره التنشيف، أنه شوب وإذا توضيت تعمل شوية رطوبة. قال لا تستنون ولا تغسلون رواجبكم. اللهم صل على النبي. ولا تقصون شواربكم. أمر النبي عليه الصلاة والسلام من أراد أن يربي شاربه أن يقص حمرة الشفة، الحمرة الخط هذا لازم يظهر، أما شوارب نازلة عن الشفة هذا في الإسلام مكروه لا يصح صلى الله عليه وسلم. فبها الصفة هي أنواع منزل الوحي، فتسوكوا نطفوا تمكن نطفوا عقد أصابعكم حتى تتموا دائما في نظافة صلى الله عليه وسلم. عليك بالغسل يوم الجمعة. وفي حديث آخر صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة فأحسن الغسل. من اغتسل يوم الجمعة فأحسن الغسل. وتطهر فأحسن الطهور. مع الغسل بيتوضأ. غسل الجمعة إذا اغتسل السنة أن يتوضأ قبل الغسل، لأن الغسل شو حكمه؟ غسل سنة، والوضوء شو حكمه؟ فرض، فيتوضأ ثم يغتسل. أما لو كان الغسل من الجنابة فيكفيه أن يغتسل بنية الوضوء والغسل، فبيقول نويت رفع الحدثين، فبيطلع متوضئ مغتسل، إلا أنه عليه أن يتمضمض ويستنشق فقط حتى الماء يدخل إلى الفم وإلى الأنف، يتمضمض ويستنشق. فالغسل نوعان، غسل فرض وغسل سنة. فغسل الفرض
يكفي أن ننوي فيه الفرض يعني الوضوء مع الغسل، وأما غسل السنة فلا بد من الوضوء قبل الغسل، وفي هذا أو هذا لا بد من المضمضة والاستنشاق قبل الاغتسال. فمن اغتسل ولم يتمضمض أو لم يستنشق فغسله غير صحيح، لا بد من إعادة الغسل. المضمضة والاستنشاق فرضان في الغسل إذا كان من الجنابة. فهذا إذا كان الإنسان بده يغتسل، فإن كان غسل الجمعة فمنقول لك توضأ قبل الغسل، أما إذا كان غسل من رفع الحدثين فبينوي نويت رفع الحدثين يعني الحدث الأصغر الوضوء والحدث الأكبر وهو الغسل والجنابة، فبيطلع مغتسل خالص. من اغتسل يوم الجمعة فأحسن الغسل وتطهر فأحسن الطهور، من التطهر حلق شعر العانة يعني العورة، هذا من التطهر، بما أن هذا الشعر لو طال أكثر من 40 يوما بطلت الصلاة، بطلت الصلاة لكل إنسان، كل إنسان لا بد من حلق شعر العورة. فمن زاد شعر عورته وظفره وتحت الإبط 3 شعور تحت الباط وشعر العورة هذا 2، والشارب إذا زاد عن 40 يوما ليست الصلاة بصحيحة، فلا بد من حلق الشعر، هذا من زيادة التطهر. أما في ناس ما بيعرف هالشيء ما بيحلق، فإذا ما حلق وصلى فمنقول له صلاتك باطلة. كذلك الظفر لو طال أكثر من 40 يوم كذلك الصلاة شو بتكون؟ غير صحيحة. قال وتطهر فأحسن الطهور. كذلك من التطهر إذا الإنسان اغتسل، كان قاعد على الكرسي واغتسل، لما بفز لابد من غسل تحت الركب لأنه كانت ركبته متنية، واغتسل لما فز في مكان ما صابه بده يغسله بالماء ويخلل أصابع الرجلين بالماء حتى يصح الغسل. قال النبي عليه الصلاة والسلام لسيدنا علي: يا علي تحت كل شعرة جنابة، تحت كل شعرة جنابة، فمعناها بده ما يترك مكان إلا ويغسله، هذا تطهر فأحسن الطهور. ولبس من أحسن ثيابه، شو أحسن ثيابه؟ البيجامة اللي بينام فيها بيجي فيها على صلاة الجمعة، أو التوب اللي بينام فيه بيجي فيه على صلاة الجمعة، هذا أحسن ثيابه. ما في الجماعة بيجوا إلا على صلاة الجمعة، بدك تلبس أحسن الثياب، إنه بدك تقابل الناس، لازم الناس ما يشوفوا منك إلا أجمل المنظر وأجمل الثياب. لبس أحسن ثيابه ومس ما كتب الله له من طيب أو دهن أهله، ما تتعطر، بدك تتعطر من عطر زوجتك من عطر أهل البيت، هي فيها عدة أشياء. أولا عطر أهل البيت عطر ناعم، عطر المرأة مثل عطر الرجل عطر ناعم. ثانيا بينما تصل للجامع بتكون خفت الريحة،
ما بيبقى منها إلا الرائحة الناعمة. ممكن لما تعطرت تكون الريحة قوية، فبيتعطر في بيته من طيب أهله، ثم يأتي إلى المسجد بالرائحة الطيبة والثياب الجميلة. أما في أحباب بتعطروا بريحة ثقيلة وبيعدوا قدامي، أنا فورا بتحسس من الرائحة، الرائحة بتحسس منها، فلا الصوت بيعود بيطلع وبرشح بسرعة. فرجاء يلي بتعطر يعني بريحة يكون ثقيلة يبعد شوي عني، يعني حتى كمل شهري، ما كمل شهر رمضان ما انه نصل ما يعود يطلع الصوت مشان يتعطر. في طالع على العطر تبع الفواكه تقيل تقيل وبيأثر، او بالقاو او بالزنبة القديم، هذا كله روائح تقيلة. خلي الواحد يكون رواحه لطيفة شوية، يتعطر بعطر. طيب في بعض العطورات فيها سبيرتو، مثل البروت، أرانيس، أنانيس، ما هي هذول فيهم؟ شو الحكم بهذا العطر؟ طاهر ونقي ولا شيء فيه. بيقولوا اسبيرتو حرام، اسبيرتو حرام اذا كان هذا، اسبيرتو حرام اذا حطيته للعرق، اما اذا كان حط للطيب فهو طيب. تقيت بعض المشايخ عم يقول قال اسبيرتو حرام ما بيجوز، ليش؟ قال لانه بنحط للخمر. قلت له لانه نحط للخمر حرام؟ قال نعم. قلت له اذا الماء حرام، لانه الخمر كمان بيحطوا له مي، لما بيحطوا المي على الخمر شو بيصير؟ حليب سباع، ما هيك؟ صارت المي حرام. اذا خلطناه صار حرام لانه اختلط بالعرق. السبيرتو ما هو حرام، لما اختلط بالعرق صار حراما، والمي اذا اختلطت بالعرق شو صار اسمه كمان صارت حرام. فاما سبيرتو هلا التعقيم بايش عم يصير؟ بسبيرتو. والاطباء كلهم بايش بيشتغلوا؟ بسبيرتو. يعني الاطباء كلهم نجسين يعني، وايديهم نجسة والعمليات كلها نجسة؟ لا يا ابني، لكن فما دام نحط للطيب فهو طيب، وإذا نحط للخبيث فهو خبيث، فهذا ما بيأثر. فلو الواحد استعمل طيب أهله أو الدهن من دهن أهله فهذا شيء ناعم ولطيف ما حدا بيتأذى فيه. ويا 100,000 مرحبا على العطر الثقيل بالنسبة لريحة الدخان، يلي بيتعطر بالدخان وقبل ما يفوت للجامع بيشرق له تنتين برا وبيرمي سيجارة من وحدة لحتى يعبي نافوخه قبل بساعة ويفوت على الجامع، هذا الأفضل يا ابني ما يفوت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حرض ومنع من أكل من الثوم أو البصل أن لا يدخل المسجد، مع أن الثوم بأوروبا بيعملوا له عيد خاص للثوم لما فيه من المنافع. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا علي كل الثوم نيئا فإنه يقطع 70 داء من الجسد، ولولا أن الملك يأتيني لأكلته. لكن النبي ما أكله لأنه في ملك، الملائكة ما بتحب الريحة. وقال من أكل من هاتين الشجرتين الخبيثتين فلا يقربن مصلانا. لا يدخل على الجامع إذا أكل ثوم أو بصل مشان الريحة. أما لو واحد أكل وبعد ما أكل له عرقين نعنع
بتروح الريحة، ما بقى في ريحة. قال ايه النعنع؟ كل بعد الاكل بتروح الريحة. فاذا اكل واتى الى الجامع نقول له الافضل لا تجعل جامع للريحة. فيا هل ترى؟ والبصل كذلك منفعته، لازم المسلم كل يوم مساء ياخذ له بصلة. البصلة الصغيرة بتميع الدم، يلي بياكل بصلة كل يوم ما بيصيبه جلطة، ما بيصيبه جلطة، بصلة صغيرة كل يوم إذا أكلتها. فمع هالفائدة هي النبي قال له لا تفوت على الجامع. فالدخان يا هل ترى يقطع 70 داء من الجسد؟ ها؟ ولا بيجيب 70 داء؟ يا ترى وهو أفضل ولا البصل أفضل؟ مع أنه البصل في كل الحالات ما بتروح فائدته، لو طبخته لو قليته لو شويته ما بتروح الفائدة تبعه. ومعروف عند الأكابر الكبار، معروف أنه فلان أكل جاج محشي. شو جاج المحشي؟ شاوي بصلتين. والأخي أكل جاجتين محشيات بصلتين، شوى البصلة وأكلها. البصل المشوي يعمل مع الإنسان يعني شيء بنشط الجسم تنشيط كبير. فيا سبحان الله، يلي بيشرب الدخان وبيفوت على الجامع هذا بيخرج بالوزر، ما بيطلع بالأجر. فالأفضل أن لا يدخل الجامع إذا كان بده يشرب الدخان. فصلى الله عليه وسلم ومس ما كتب الله له من طيب أو دهن أهله. فإذا تطيب ودخل إلى المسجد، لو كل واحد فات على الجامع وريحته طيبة، ريحة الجامع كلها شو بتصير؟ والسنة كل واحد يكون حامل أنينة قطر، هذا من السنة تم دائما حاملها أنينة قطر صغيرة في جيبتك، كل ما بدك تصلي بتتعطر. شيئين طلبهما النبي من المصلي، السواك والطيب. وقال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالطيب والسواك عند كل صلاة. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالطيب والسواك عند كل صلاة. قديش حق أنينة العطر؟ 50 ليرة. ما شاء الله كان. ايه حط على مرتك، يعني اذا كان واحد عنده مرته يتعطب منها بوفر على حاله. كنا نعبيها 20 قرش، من افخر انواع العطور الحمد لله. فقديش بتخدم الانسان؟ مرة سألت واحد قلت له ليش ما لك حمل انينة عطر؟ قال لي سيدي ما بدي احمل عطر. ليه؟ قال لي كأنه الشحادين كتار. شلون؟ قلت له شو دخل العطر بالشحادين؟ قال لي ما تما طالعت أنينة العطر 50 إيد بتنمد. بده يصلي على النبي، يعني ما برجع إلا صاير نصة. لذلك هلا عملوا لها سدادة لحمسة، ما بتعطي إلا ما هي. كنا ننقي نقطتين ثلاثة، هلا صار لحسة، بلحس له لحسة ومع السلامة. فلو الإنسان هيك حمل أنين الطيب دائما ريحته طالعة. صلى الله عليه وسلم هي قال ثم أتى المسجد بعد ما اغتسل وطهر ولبس أواعي وتعطر. قال ثم أتى المسجد فلم يلغو. اللغو كل حركة لا منفعة فيها ولا فائدة، مثل اللي قاعد بفوتوا على الصلاة وبإيده مسبحة
خاصة تبع 33 طول ما لو قاعد طق 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 عم يطقطق فيها، هذا شو يقال له؟ هذا لغو، لغو. مشان ايش عم تطقطق؟ اساسا يا ابني في مجلس العلم ما في مسبحة. واحد بيجي لباله الذكر هو قاعد بالجامع ماسك مسبحة، هذا مو هلا وقت الذكر ابني. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. هلا جاي بدك تسمع، السماع بده ورقة وقلم، تمسك ورقة وقلم بتسجل. اما حامل مسبحة وقت الدرس هذا خطأ، وقت الخطبة هذا لغو، ومن لغى لا جمعة له. صلى الله على رسول الله. او واحد طول ما له قاعد، طول ما له قاعد طلع الساعة قد يصلوا، صلوا 10 دقائق، 11 دقيقة، صاروا 12 دقيقة، عم يعد على الخطيب الدقائق، كمان هذا لغو. واحد طول ما له قاعد ايده عم تحكوش، مرة برجليه مرة براسه مرة، هذا كله من اللغو. فمنهي الانسان عن الحركة في الدرس في العلم، يتم دائما متجه الى المعلم حتى ما يلتفت ذات اليمين وذات الشمال. قال ثم اتى المسجد فلم يلغو ولم يفرق بين اثنين، وهذا الخطأ الكبير كذلك اللي عم يصير معكم يا احبابي اللي انتوا بالجامع. لما بفوت المتأخر بيجي، هلا الحمد لله بتفوتوا لجوا، لكن في واحد بيجي حامل صباطه بده يتخطى من رقبة واحد لرقبة واحد حتى يصل لقدام او حتى يحط نعله. انتبهوا، النبي قال عليه الصلاة والسلام من تخطى رقاب الناس يوم الجمعة، من تخطى رقاب الناس يوم الجمعة اتخذ جسرا على متن جهنم. بيصير جسر وكل الناس بدها تدعس عليه حتى يصلوا الى الجنة، جسر على جهنم، تحت النار وفوق دعس الناس. اتخذ جسرا على متن جهنم. لما بدها تفوت للجماعة وما بتلاقي فضل تقعد، اما تفرق بين اثنين لحتى تتخطى، ترد تفرق لتتخطى لقدام، هذا منهي عنه. كما انه اللي بيجي بكير لازم دغري يقعد قدام ما يقعد ورا، دائما بيجي بكير لقدام منسد الصف الامامي فالامامي. اما بيجي واحد بيقعد ورا وبيخلي قدام فاضي، ليش قعدت ورا؟ مشان يهرب اوام، بعد الصلاة يهرب اوام. لا يا ابني، عود قدام وكساب. الصف الاول له 3 رحمات، الصف الثاني له رحمتين، الصف الثالث له رحمة واحدة. واللي بيجي متأخر بعدين ما بيحصل إلا إذا أدرك الجماعة، فلازم نجي بكير. إذن مثل ما هلا رح يجينا الحديث، بس شايف رح يخلص الوقت وما خلصنا الحديث. قال فإذا أتى بهالشيء، كم واحدة صار بهذا الحديث؟ اغتسل وتطهر ولبس من أحسن الثياب ومس من طيب أهله، ثم أتى مسجد فلم يلغو ولم يفرق بين اثنين، غفر الله له ما بين ما بينه وبين الجمعة الأخرى. يعني في رواية وزيادة 3 أيام، 10 أيام يغفر له بهذا اليوم. هذا اللي بيحضر مجلس العلم من غير أن يلغو أو يتحرك. هذا الحديث. فإذا مغفرة الله لمن تأدب بهذه الآداب. فالحديث اللي أخذناه، أوصيك يا أبا هريرة بخصال 4، لا تدعهن ما بقيت، عليك بالغسل يوم الجمعة والبكور إليها. البكور بدك تجي إلى صلاة الجمعة بكير،
أما تجي متأخر لحتى يطلع الخطيب، يا ابني ما عاد في إلك من الأجر ولا نقطة. صلى الله عليه وسلم جعل يوم الجمعة 5 ساعات. 5 ساعات، هلا على قديش عم يأذن الظهر؟ على 11:30. وإذا قلنا قبل 5 ساعات قديش بتصير ساعة؟ 6:30. من 6:30 بده يجي إلى الجامع. من أتى في الساعة الأولى فكأنما تصدق ببدنه، كأنما تصدق ببدنه يعني بجمل. ومن أتى في الساعة الثانية فكأنما تصدق ببقرة. ومن أتى في الساعة الثالثة فكأنما تصدق بشاة، يعني بخاروف. ومن أتى في الساعة الرابعة فكأنما تصدق بدجاجة. الدجاجة مثل الجمال. ومن أتى في الساعة الخامسة فكأنما تصدق ببيضة. فإذا صعد الخطيب المنبر طوت الملائكة الصحف، اللي عم يسجلوا الأول فالأول، طوت الملائكة الصحف ودخلت تستمع الذكر. فمن أتى بعد ذلك لا يكتب له ولا بثواب بيضة. فاللي بيجي والخطيب بنص الخطبة بتم عما يلهى في البيت ويتلهى، ومرة كاسة الشاي ومرة فنجان قهوة ومرة لحتى يجي بكون خطيب نص الخطبة، هذا ماله يا ابني بالصلاة ولا بخطبة الجمعة ولا بيضة ولا ثواب بيضة. كنت تجوا بكير، لحنا الله أنعم علينا الحمد لله، نجي إلى الجامع من الساعة 10، الدرس يبدأ الساعة 11 10:30 عم يبدأ، 10:30 لصلاة الجمعة قاعدين قبل، هي يعني واجب. بعض أوقات من الساعة 9 بكون بالجامع، ف قبل بساعة بساعتين قاعدين بالجامع نقرأ حتى يكون وقت الدرس، نحضر الدرس والخطبة والله تفضل علينا بذلك، وبعدين وين ما بدك روح روح. أما قبل صلاة الجمعة ما في روحة. فهي البكور إلى صلاة الجمعة. مين عم يجي بكير فيكم؟ معدودين، والبقايا بيتأخروا. إمتى بيجي؟ وقت طلعت خطيب. ليش؟ والأخي الخطيب بيطولها بيتأخر لحتى. طيب إذا الخطيب بيطولها أنت بتروي عليك الثواب والأجر؟ فز بكير وتعال. واللي عم يحضر الدرس مكتوبة له إن شاء الله ربي بيتمم بخير. طيب قال ولا تلغوا، ولا تلهوا. اللغو الحركات، واللهو تنشغل جايب كتاب وهو بالخطبة عم يقرأ. هذا التهى عن الخطيب، التهى عن سماع الخطبة. الثاني قاعد عم يذكر، التهى عن الخطبة بإيش؟ بالذكر. فوقت الموعظة يا ابني ما في التفات ولا انشغال، كلنا بدنا نكون آذان ما من يعظنا. طيب، وآخر الوصية النبي عليه الصلاة والسلام وصى قال وأوصيك بركعتي الفجر ولا تدعهما وإن صليت الليل كله. ركعتين الفجر ها
هدول مؤكدات يا ابني، مؤكدات من السنة المؤكدة، لا يصح للإنسان أن يتركها بشكل، لقوله صلى الله عليه وسلم: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، صلى الله عليه وسلم. أفضل من الدنيا، نعم، هذول ركعتين سنة الفجر. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا ركعتي الفجر وإن طردتكم الخيل. يعني لو كنت في المعركة وصار هجوم عليك وهجمت الخيل عليك بالمعركة، قال لا تترك ركعتين الفجر. بهاللحظة لما الخيل هاجم عليك، شلون بدك تصلي ركعتين الفجر وانت ماشي وانت هربان؟ بتصليهن وانت راكب. بس اياك ان تترك ركعتا الفجر. في ناس بيتهاونوا فيهن، الافضل ما احد يترك ركعتين الفجر مهما كان. النبي عم يقول لك لو صليت كل الليل صلي ركعتين الفجر فان فيهما الرغائب، يعني زيادة الأجر وعظيم المثوبة بهالركعتين اللي بيصليهن الإنسان الفجر. فالنبي شدد على ركعتي الفجر. والإمام أبو حنيفة رضي الله عنه ركعتين الفجر بدك تصليهن قبل الفرض. لو دخل على الجامع وشاف الإمام بالصلاة بيقول لك صلي السنة وبعدين تقتدي بالفرض، لو بتلحق التشهد صلي السنة وبعدين تقتدي، هاي ممكن تفوتك صلاة الجماعة. مذهب الشافعي رضي الله عنه وأرضاه قال اقتدي بالفرض وبعد الفرض بتقضي السنة، بتصلي السنة بعد الفرض. فأنه بدنا نمشي على هذا ولا على الحنفي ولا على الشافعي؟ نجمع بين اثنين يا ابني، بين اثنين. كيف الجمع بين الحنفي والشافعي في سنة الفجر؟ سنة الفجر بما أنها مؤكدة والإمام الحنفي قال لك بدك تصليها قبل الصلاة، نقول له أمرك أصلي لله ركعتي الفجر، الله أكبر، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، نويت السنة، وكل نفل أفسدته وجب عليك قضاؤه. هي قاعدة، كل نفل أفسدته من صوم أو صيام أو صلاة، صلاة أو صيام، كل نفل أفسدته وجب عليك قضاؤه. فهون لما أفسدت وجب القضاء. عند الحنفي ما بيصح تصلي السنة بعد الفرض، لكن لما صارت واجب صارت تقضى، الواجب يقضى لا مانع. أما السنن ما في سنن بعد صلاة الفرض. فبها العملية وافقنا الإمام الحنفي ووافقنا الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه، وصلاتك في المذهبين صحيحة. هذا الحديث في سلسال الذهب، لهلأ ما حدا رجع، يلي ضايعت له سلسال، ضايعت له سلسال ذهب تعلم علامته لنعطيها اياه. وماني عم يقول عثرنا في المسجد على ساعتين ضائعتين، واحدة رجالية وواحدة نسوانية، فنرجو من اصحابهما ذكر العلامة لاستلامهما. متى ما ذكرتوا علامتها بسلموكم اياها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اغفر لنا وارحمنا ولوالدينا ومشايخنا وأحبابنا وللمسلمين أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الحديث جزى الله عنا سيدنا محمدا ما هو أهله، حديث صحيح
وقد ورد في أكثر الكتب. ومع سلامة الله لكم جميعا.